والتي غنت لكم فقط كانت في ريبورتاج نجم و كان ما ذلك كان و كانت اذا ضيفة البويضة التونسية وهي نجمة نجم وكاميرا تعود الان نوال غشام. شكرا نوال. شكرا. كيفاش كانت رحلتك؟ الاغنية هذه ساعة؟ الاغنية نفس الشيء صاحبي الشهير ونزار الشهير. نعم. عاطفية طبعا ضمن شريط جديد ان شاء الله يخرج قريب في الاسواق. ايوه. و سنة قبل كل شيء ساعة مشروعك للاستقرار في القاهرة صحيح؟ نعم قريب جدا نسافر القاهرة. نعم. لإقامة طويلة شوية. بكل ألم طبعا طالع من تونس لأني كنت ضد الهجرة في الأول لكن فما ظروف لقيت أنه مهم أنه الفنان يعمل تجربة في مصر وإن شاء الله إن شاء الله نجيب الشيء اللي يشرف نوال واللي يكون في مستوى الأغاني اللي قدمتها. في حال عندنا زوزة مثل حيا بن نجاح أو لنا طبعا لطيفة نحييها نحيي لطيفة بالمناسبة كما نحيي أيضا ذكرى محمد. نعم. اللي ناجحين برشا في القاهرة أتمنى لك النجاح به. شكرا. كيفاش كانت رحلتك هذه للبيوت التونسية؟ قبل كل شيء ربي يعطيكم القوة خاطر أول مرة نعمل نشطة وأول مرة نعمل ريبورتاج في هالوقت القاسي صعبة متعبة لكن البيوت التونسية بصراحة عندهم حفاوة ويحبوا التلفزة. على كل قبل ما ناخذ النشرة الفنية على طريقة المونجي نور الدين مباشرة في الاستوديو في الدنيا تغني هاو الريبورتاج اللي رجعت فيه ونقول لها ان شاء الله رحلة موفقة ونجاح في القاهرة لنوال غشام الى البيوت التونسية. برنامج نجيب خطاب معاكم اذا اللي انا فينا سوربريز وعسلمتكم مرحبا بكم. نجم تفضل عندكم شوية؟ عيشك. سلام عسلامتكم عسلامة مرحبا بكم عسلامة مرحبا بي أنا عندكم. يظهر لي فيزيتو كورون معناتها عندكم بالبرنامج اللي نعملوا فيه بدون استاذان دخلنا لكم. يا عيشك عرفتوا شي حاجة عن المثل؟ والله المثل يعني ما حد شيء ما عندك حتى مثل في الحكاية دي؟ لا ما نعرفش شوف بابا يعرف الحاج هو مثل اللي يحكي على هو باش نفسر لك شوية مثل معناه يعني مش هو معناه قد ما واحد تقول له ان شاء الله ربي يهديه ترجى فيه الخير وباقي النفع الله كما انا اعطيتك مثال اخر فهمتني فما مثال حاجه تقرب هذا حسب رايك. خليني نفكر شويه. لا ينفع العقار فيما افسده الدهر. لا مثل شعبي تونسي. اه مش حاضر سامحونا كان قلقناكم في الليل. ميرسي عايشك شكرا. غنيناش اغنيه انت لهنا. اه تحبوا نغني لكم شويه؟ يعني نخلص حق دخول. حاضر حاضر ما حتى مشكله. ولون الجو شتاء توا ولينا. غوالي غوالي نقبل عتابهم كيف ما نعتبهم حتى بعد سيئاتهم ما هانوا وديما ديما ديما علي شط الغلا مركبهم فمواج المحبة يختفوا ويبانوا غوالي يا لالي يا لا 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 الغوالي هاي ليش برا هاي برا عسلامة عسلامة لله يعيشك نجم تفضلوا
عايشك عايشك عسلامتكم. حلو هكا عائلية ومش من غير تكاليف. مرحبا بيكم. يا عايشك يا عايشك يا عايشك لله. ميرسي. عرفت شي حاجة على المثل؟ والله تفرجت اما ظهر لي اللي فيه طبع مرة متتخبى. نو اللي فيه طبع متتخبى ليه؟ مش هو ان شاء الله مرة اخرى. عايشكم ميرسي عايشكم. شو حوالك يا حاج؟ لاباس. شو الحوايج؟ لاباس الحمد لله. سمحنا قلقناك في الليلة ما شرف. غني لنا غنية بركة. نخلص نخلص دخلت يا يا عايشك عايشك يا عايشك عايشك. يا عايشك شو تحب نغني لكم؟ شو تحب نغني لكم؟ شنو تحب نغني؟ ايه تحب نغني؟ اي حاجه. رجيت والمرجاك ملقى مرجاك ملقى رجيت والمرجاك مل صبري نفذ مني وزعلت والله وزعلت صبري نفذ مني وزعلت. مرسي. عايشك 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 ان شاء الله نرجع لكم في الافراح. عايشك ميرسي ميرسي عايشك. عسلامة عسلامة. مرحبا بكم. نجم نتفضلوا؟ تفضل. مرحبا. عايش. السلام عليكم. مرحبا بكم. عسلامتكم. يا عايشك وليدات راقدين سامحونا. بون قبل شويه اي حاج شفت المثل؟ عرفتوش؟ لا ما عرفتوش. لا ما عرفتش. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم انتم. ميرسي عايشك. سمحنا. عسلامة. عايشك. ميرسي. مرحبا. عسلامتكم. سامحونا كان جيناكم في وقت شوية. يعيشك. سناني خلينا ندخل نقعد بحذاك. عرفتوا شو مثل؟ على طول ندخلوا. الله يظهر لي انشد على صاحبك استغناش يا مطبيعة هي هي. شو نقولوا له هذا؟ والجواب صحيح. على طريقة نجيب طبعا. هذاك على الجديد بتاعك. مين هو؟ نجم نسأل على الجديد متاع نواب غشتيان. اي الجديد عندي طبعا عندي اغاني جديده تونسيه قدمت منها اغنيه اليوم وعايشك واغنيه اخرى باش نقدمها بعد في اخر الحصه وعندي طبعا بعض الاغاني من ليبيا كلمة الأستاذ عبد الله منصور والحن إبراهيم فهمي جديد كليب وعندي إن شاء الله باش نحكي عليها من بعد في المباشرة مع نجيب عندي ملقد طويلة صالحة ملقد طويلة صالحة ملقد طويل وزينك ما ريت في جلا صالحة. مرسي سامحونا. عايشك. شكرا مرسي شكرا. اعتقد انه نوال يعطيها الصحة لكن حتى في الرقم القياسي باستعمال كلمة مرسي. مرسي يا نوال غشام.